كم لبثنا من أجل هذه اللحظة يا جماعة؟ لقد انتظرت حرفيا 7 سنوات كاملة لكي أشهد الفصل الذي قد صدرت تسريباته اليوم، الفصل 81 من مانجا باروتو، ويمكن أن أقول الفصل الأول من الموسم الثاني من باروتو. جنون لا يوصف. باروتو قد عاد إلى القرية بعد سنين من التدريب. سارادا قد ظهرت، شكل كواكب جديد مرة رهيب، وشاهدنا هيماواري والكثير من الشخصيات تظهر. كود لقد ظهر في القرية، لقد تم دعسه بنجاح عن طريق باروتو، والكثير من الأمور سنتكلم عنها ونناقشها في هذه التسريبات الأولية. ولكن ما عليك سوى اشتراك، لم تشترك ضع زر اللايك والجرس كي يصلك الجزء الثاني والمراجعة والكثير من الفيديوهات الأسطورية حول باروتو. أما الآن let's go في هذا المقطع الأسطوري. طيب، إذن في الغلاف كان الغلاف مزدوجين، قد ظهر به باروتو باللوك الجديد. بعد ذلك مباشرة شاهدنا ظهور صورة ملونة لسارادا، سارادا التي قد ظهرت. والله بكلام حول ديزاين سارادا يا جماعة، فسأتكلم الآن وسأقول أنني أسحب الكلام الذي قلته سابقا. بعد ظهور الشكل الأولي لسارادا، لقد قمت بالاحتجاج الكبير على هذا الديزاين وقلت انه سيء ليس جميل، ولكن بعد اول ظهور رسمي لسارادا والله سأقول لكم انها يمكن ان تكون من بين افضل الديزاينات التي ظهرت في الموسم الثاني، تطور رهيب للغاية، ومتحمسين لكي نرى ظهور المانجيكيو شارينغان، ظهور السوسانو، ظهور قوة الأوتشيها وتدريب سارادا. حرفيا اذا يا جماعة سارادا كانت في المقدمة، وشاهدنا ظهور سارادا في كثير من المشاهد، أولها كان مع شيكامارو. كانت سارة تتكلم مع شيكامارو الذي قد أصبح له كاكي، وهذا الشيء الذي قد شرحته سابقا في مقطع التوقعات. فلمن لا يعرف يا جماعة، فقد وضعت مقطع توقعات قلت لكم أنه بالنسبة كبيرة جدا سيكون شيكامارو هو له كاكي، وحصل ما قلته لكم. إذا من هذا يا جماعة قد شاهدنا أنه شيكامارو كما قلت لكم سابقا أنه لا يستعمل العواطف، شخص جاد للغاية، شخص يفعل كل شيء من أجل يكونها هناك. إذا كانت سارادا تحاول إقناعه بأن باروتو لم يفعل أي شيء وكل ذلك الكلام ومن ذلك القبيل، ولكن شيكامارو لقد أصر على كلامه وقال أن باروتو مجرم وأنه يجب أن يعاقب. هناك إذا يا جماعة شاهدنا ظهور لي يعني كونوهامارو الذي قد أصبح الآن مساعدا لشيكامارو. هناك شاهدنا أنه سارادا قد تذمرت وقالت أن الشخص الذي كان قدوة لها لم يكن شيكامارو أبدا، بل كان ناروتو الذي هو الهوكاغي. إذا هذا هو الحوار الذي شاهدناه بين الاثنان، وبعد ذلك قد رأينا ظهور كاوكي. والله يا جماعة لما شفت كاوكي قلت دايم يا جماعة، كان ذلك الأمر أسطوري. والله تلك الصورة، شاهدوا هذا الجنون من الكاتب، تصفيق كبير للكاتب على هذا الجلاواب الكبير للغاية. أين شاهدناه إذن؟ لقد دخل إلى البعد الذي يوجد فيه كل من ناروتو وهيناتا وكان جالسا هناك. الله أعلم ماذا كان يتكلم هناك كاوكي، وكان هناك ناروتو وهيناتا المجمدان. فلمن لا يعرف أن ذلك المكان وذلك البعد يعني لا يوجد فيه لا وقت ولا زمان، لذا لا يكبران في السن ولا يحصل أي شيء من ذلك القبيل. هكذا إذا شاهدنا بعد ذلك أن كاواكي قد خرج من هناك، وشاهدنا ظهور كاواكي من جديد مع ميتسوكي. ميتسوكي رأينا الشكل الجديد الخاص به، شعره قد أصبح طويلا وظهر يعني شخص جاد للغاية. أين قد كان يتكلم مع كاواكي ويقول لكاواكي أنه إذا التقى بباروتو سيقوم بقتله حرفيا، كان ذلك جاد بنسبة كبيرة جدا. هناك إذا شاهدنا أن كاواكي يكشف على أحد قدرات الأوتسوتسوكي، أين قد كان يطير في السماء حرفيا مثلما قد فعل أوتسوتسوكي اتش كي في أول ظهور، فهذا الشيء كان أسطوري. وتكلم كاواكي وقال أنه لو ظهر باروتو في القرية فلن يتمكن أبدا من الهرب من عين الدارمانجان الخاصة به، فسيستشاره مباشرة. هناك إذن يا جماعة إذن شاهدنا أننا قد شاهدنا أيضا ظهور كل من سوميري وسارادا ديمون وأيضا. هناك إذن يا جماعة شاهدنا أن ديمون وأيضا لم يتطورا، لم يظهر أي اختلاف في شكلهما، وهناك الكثير ممن يقولون ليش هذا يحصل، لماذا لم يتطورا؟ فالإجابة بسيطة جدا يا جماعة، فهما سايبورغان، وكما نعلم أن السايبورغات ليست مثل البشر، لا تتطور مثل البشر ولا يتغير شكلها، ولهذا الأمر لم يتكبد الكاتب عن تغيير شكلهما. هناك إذن هنا تساؤل، بما أن هذا قد ظهر، وين هو أمادو؟
أنا أتساءل عن أمدو حاليا لأن هناك نقاش حاد للغاية سأتكلم بخصوصه بعد صدور الفصل. إذن شاهدنا هناك إذن تكلم هؤلاء الأربعة حول قدرات تغيير المصير. تلك القدرات استعملتها أيضا من أجل تغيير كل الوقائع. أين تتكلم سارادا وسوميري وتتساءلان إذا كان يمكن إبطال تلك القدرة، ولكن للأسف قد تعرفنا أنه لا يمكن إبطال تلك القدرة، أي أنه لا يمكن أن نشهد يعني تلك القدرة تبطل، ولكن هناك حيلة وحيدة إذا ماتت مثلا أيضا هل يمكن أن يتغير ذلك. وهنا إذن يا جماعة قد طرحت أيضا التساؤل الكبير وتقول ليش أنتما الاثنتان لم تتأثرا بذلك وذاكرتكما قد بقيتا مستقرة؟ هذا إذن يطرح ألف سؤال حول الشيء الذي سيصير في المستقبل يا جماعة، أنه من الممكن أن نشهد ظهور قوة مخفية للسوميري ضفتنا سارادا. بخصوص شكل سوميري لم يعجبني الصراحة، يعني سارادا تتفوق على سوميري في هذا الأمر. بعد ذلك لقد شاهدنا ظهور هيماواري التي كانت تتدرب مع تشوتشو، حرفيا يا جماعة شاهدنا أن هناك هيماواري لقد بدأت إذن تحصل على قوة وبدأت تريد أن تصير قوة، وشاهدنا أيضا أن هيماواري لقد كان ذلك الشيء والظلام موجود في عينيها، فهي الأخرى قد تأثرت بكل الأمور التي حصلت. ولكن شاهدنا نقطة إيجابية هنا، وأن هيماواري لا تزال غير مقتنعة أن بوروتو فعل شيء ما لوالديها، ولا تزال أيضا تصدق أن ناروتو لا يزال على قيد الحياة في مكان ما. هل هذا مجرد إحساس أم هذه هي قدرة هيماواري التي ستأتي مستقبلا؟ يمكن أن تحصل هيماواري على قدرة من هذا النوع، فمن الممكن يا جماعة أن نشهد كل شيء، خصوصا أننا لم نرى ظهور تلك القوة المخفية الخاصة بهيما. وهناك إذن لقد شاهدنا أيضا ظهور سارادا التي كانت أمام كود. كود وصل إلى القرية وشاهد الاختلاف في جسد كود. كود يا جماعة كان حرفيا مثل بوروتو إن حصل على ندبة، وهناك ألف سؤال يطرح حول هذا الأمر. ثاني شيء يمكن أن نتكلم حوله هو ليش يعني كود بقي 3 سنوات أو الكثير من الوقت ليهاجم على كونها؟ لقد كان مستعدا قبل زمن بعيد، لماذا الآن؟ وشاهدنا هناك إذن لقد أحضر تلك الوحوش ووصل إلى كونها، ولكن لقد ظهر بوروتو الذي قد دعس على كود حرفيا. بوروتو في ذلك التدخل الفخم كان شيء أسطوري، وكانت سارادا يعني مذهلة من ذلك الأمر. ظهر بوروتو الذي كان شيئا قنبلة هستيرية حرفيا يا جماعة، فقد كان أفضل ظهور في الفصل. هناك إذن يا جماعة شاهدنا أن كود حاول الهجوم على بوروتو، ولكن بوروتو لقد كان سريعا، كان قويا، لقد تفادى ذلك الهجوم. إذن هنا نحن في انتظار القوة الحقيقية لكل هؤلاء. وشاهدنا أيضا آخر شيء جماعة هو أنه لقد ظهر كل من كاواكي وكود إضافة إلى بوروتو في مشهد واحد، ما الذي حصل بالتحديد؟ هناك كثير من الأمور سنناقشها يا جماعة، ولكن ليس في هذا المقطع. هناك كلام حول الكارما البيضاء، هناك كلام عن ما الذي حصل مع كود، هناك كلام حول سوميري وسارادا وهيماواري وأمادو وكود وإيدا والكثير من الشخصيات. أما الآن خلونا ننتظر ظهور التسريبات الكاملة. سأضع فصل أو سأضع الفصل كامل يعني التسريبات كاملة، وبعد ذلك سنباشر في التحليل. أما الآن إذا مشترك في اشترك، فعل الجرس، حطونا لايكات، وسنتقي في المقطع القادم إن شاء الله.